حظيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس باهتمام واسع على المستويين الدولي والمحلي، وأكدت أن القاهرة تحظى بكثير من الدعم الخارجي من حلفائها ومنهم فرنسا في الحرب على الإرهاب التي يخوضها الجيش المصري. اكتسبت زيارة الرئيس إلى فرنسا والتي تعد الثالثة من نوعها والأولى في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون أهمية كبيرة خاصة في الطابع الاقتصادي، وظهر ذلك من حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة وعددها 16 اتفاقية بقيمة تبلغ 400 مليون يورو. وعقد الرئيس اجتماعات مع رؤساء 25 شركة فرنسية، بعضها يعمل في مصر والبقية تسعى للاستثمار وتنفيذ المشروعات. كما ظهرت أهميتها من خلال الوفد الوزاري المرافق للرئيس والذي ضم عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية. وحظيت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وتعقيب السيسي عليها باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام المصرية والفرنسية على حد سواء، إذ رد ماكرون على سؤال تم توجيهه إليه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنه يدرك تماما الاعتبارات الأمنية والتحديات المختلفة التي تواجه مصر وسعيها إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب، كما أنه يحترم سيادة الدول ومن غير المقبول أن يتم التدخل في شؤون الدول الأخرى خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تعانيه عدة دول بها من أزمات. وفي نهاية الزيارة لا يختلف الكثيرون على أنها حققت العديد من المزايا والنجاحات على المستوى السياسي، أما عن العوائد المالية والتي تختلف عن الفوائد السياسية في أن الأولى ليست بسرعة وسهولة الثانية، ولكن المقدمات تشير إلى أنها قادمة لأن مقدماتها حدثت ولم يتبقى سوى حصد النتائج.